مرحبا بكل اللي عم يتابعونا بهذه الفقرة. اليوم موجودين معكم أنا وسماح لحتى نعرف السيدات طريقة جدا مميزة لحتى يهتموا بإطلالتهم. وطبعا الفقرة اللي عم تشوفوها هلا هي فقرة خاصة بالفرصة الذهبية، يعني نحن عم نقدم عرض على منتج جديد، وهيدا المنتج متوفر منه كميات محدودة، وهيدي الكميات متوفرة لحتى نفاذ الكمية. مظبوط. هلا حلقتنا خاصة لكل الصبايا اللي بيعانوا من مشاكل خاصة هيك خاصة بالوش، يعني وتحديدا بمشاكل الحواجب. رح نشوف هلا مثل ما عم نشوف هلا على الشاشة، في كثير من الأشخاص اللي عندهم فراغات بالحواجب أو حتى طريقة شيلها بتكون كثير صعبة، وكمان أحيانا بتكون عندنا حواجب غير منسقة، أو أحيانا بنروح بنصبغ أو بنعمل حنة للحواجب، لكن طبعا بنعرف قديش بيعانوا منها. حتى الرموش الاصطناعية بتأذي الرموش الأساسية الموجودة بطبعا وشنا، لكن اليوم بحلقتنا مقدمين الحل المثالي والطبيعي كمان طبعا، واللي حتى رح يغنينا عن الماسكارا التقليدية. هلا كل الرجال على فكرة اللي عم يشوفونا لازم تشتروا هيدي المجموعة كهدية لزوجاتكم لبناتكم، لحتى عن جد يحافظوا على رموشهم وحواجبهم. المجموعة اللي نحن مقدمينها اليوم هي مجموعة خاصة بالحواجب ومجموعة خاصة بالرموش، وطبعا هيدي المجموعة من البراند الأسترالي اللي جدا شهير سيلك أويل أوف موروكو، اللي معروف عنه سماح أنه هو بيدخل الأرجان بكل شيء عم يقدمه. لهيك هيدي المجموعة مش بس بتخلي طلة الحواجب والرموش غير، لا كمان بتخلي رموش والحواجب شكله كتير كتير مرتب. هيدي المجموعة اللي انتو شايفينها بتيجي هون مثل ما شايفين الجل، كمان عنا هون الفايبرز، هيدا الجل وعنا الفايبرز وعنا هون الملقط. هلا الجل بيجي بهيدا الشكل، سماح شوفي بيجي هيك شفاف اوكي، وبعدين بيجي عنا الخطوة الثانية هي الفايبرز، راح نشوفه مع بعض. هيدا هو، وكمان نحن عنا المجموعة الخاصة بالمسكرة أو مجموعة خاصة بالرموش تيجي من خطوتين. الخطوة الأولى هي عبارة عن المسكرة، وعندنا الخطوة الثانية اللي هي عبارة عن الفايبرز اللي بتعطينا كثافة شايفين للرموش. طبعا هيدي المجموعة فيكم تختاروا ما بين لونين، عنا اللون الداكن اللي نحن رح نشوفه هون مع بعض، هيدا اللون اللي بيعطينا شكل جدا طبيعي للحواجب وللرموش مثل ما شايفين. كمان عنا اللون الداكن جدا، هيدا اللون بيساعدنا كمان نحن نحصل على إطلالة اللي بدنا إياها، خاصة لو لون الشعر داكن جدا. رقم المنتج الخاص بهيدي المجموعة 340004. هلا كمان بدي ورجي شغله كثير حلوه، انا رحت على هيك صالون وكنت عم بعمل شوبينج قبل ما ادخل على الصالون، لقيت عاملين الماجازين فيها طبعا اللوجو تبع سيلك اويل اوف موروكو مثل ما احنا شايفين هون، ليك هيدي اللمعه، فحبيت ورجي انه البراند اللي احنا مقدمينه اليوم مشهور كثير وبيطلع على غلاف المجلات. مثل ما عم نشوف عن جد الحواجب والرموش بيطلعوا بشكل كثير طبيعي وكثير كثير حلو مثل اي صبيه ما بتحلم فيهم. كمان بدي ورجي انه في كثير من المواقع اوكي هون عم نشوف قديش كتير كتير متخيل الفرق قديش، وعلى فكرة عن جد كتير شكل واضح. كتير طبيعي، وطبعا مثل الرموش الاصطناعية لكن نحن حاطين مواد طبعا طبيعية. طبعا أنا بدي أقول لكل الصبايا اللي عم يتابعونا إنه هيدا المنتج يمكن تلاقوه على مواقع تانية لكن بأسعار جدا جدا غالية، مثل ما عم نشوف هلأ سوا على الشاشة أسعار كتير غالية لنفس المنتج 299 ريال سعودي هون بأول موقع، موقع تاني 378 ريال سعودي، لكن نحن مقدمينه ضمن الفرصة ذهبية 199 ريال سعودي بس لتحصلوا على هيدا المنتج. طبعا أنا بدي أقول لكل الصبايا اللي عم يتابعونا أنه جورجيا مؤسسة هيدا البراند كانت ضيفة مع ميسا باستديوهاتنا بدبي. خلينا نتعرف سوا شو حكت عن هيدا المنتج وليه هي هيك حبت تساعد كل الصبايا أنه نحصلوا على لوك كتير حلو ولكن طبيعي. خلينا نشوف ونرجع. You know what? I use it today because I know it's paraffin and sulfate free, so I feel safe when I use it. Exactly, we need that, and it's also vegan friendly. Wow, I'm so happy and excited today to try it. We have Millie here in the studio with us. Yes. Okay. إذن مشاهدينا هلا صار الوقت إن إحنا نجرب مع بعض المجموعة الخاصة بالحواجب والرموش من سيلك أويل أوف موروكو. يلا بينا. Hello again. So now we're going to start with the Silk Fiber Brow Enhancer. So this product is going to give you added fullness, length and definition. Wow. In three easy steps. So we're just going to use the gel first to prepare the brow, use the Fiber Brow Enhancer
and then finish with the gel to just seal everything in place. كنا هلا كتير مستعدين لحتى نشوف النتيجة. شفنا حاجبة كيف كان قبل. هلا شوف رح نشوف مع بعض الخطوة الأولى اللي هي استخدام الجل. من بعد رح نبلش بالخطوة الثانية اللي هي رح تستخدم الفايبرز أو الشعيرات الطبيعية اللي داخل بتركيبتها زيت الأرغان لحتى يعطي لوك واو واو واو. ما بصدق النتيجة اللي بس من مرة واحدة عم تحصل عليها نيلي. شوفوا ما تخيل انه هذه النتيجه فينا نحصل عليها بس بتمريقه واحده. شوفوا الفرق بين الحاجب اليمين واليسار. I can't believe it, you look amazing. And then we just pop this one on just seal everything in place. وهلا رح تحط الخطوة الثالثة اوكي او الجل مرة ثانية لحتى تحافظ على الشكل تبع الحاجب لطول اليوم. وبهيك نكون حولنا شكل الحاجب تماما. وهلا صار الوقت ان احنا نحول شكل الرموش. We'll start with the second cut. How amazing is that? Okay, so now we have the silk fiber lash mascara. In this kit you're going to get your mascara and your fibers. We pop this one on first. Then we're going to put the fibers on and then finish with the mascara again. إذن كمان المجموعة الخاصة بالرموش تتكون من منتجين المسكرة والفايبرز لكن احنا لازم نستخدمهم بثلاث خطوات. واو اميزنج. ما بصدق النتيجة اللي حصلت عليها وكيف ان الرموش شكلها كثير طبيعي ومش هيك داخلة في بعض ومتكتلة. I love the result. Isn't it amazing and it's so easy to do. والحلو كمان ان هي ما وقعت على الجفن السفلي. لاحظوا كيف النظافة بطريقة وضع المسكرة على الرموش. وما تنسوا انه خطوات جدا بسيطة بتقدروا تحصلوا على رموش كأنه بالضبط رموش صناعية. نتائج مثالية مع المجموعة الخاصة بالحواجب من سلك أويل أوف موروكو. كتير كتير النتيجة حلوة. Thank you so much Georgia. Any last words? Well, now we can all enjoy perfect brows and lashes all day long. No worries. Thank you so much. هلا كمان انتوا فيكم تستغلوا تحصلوا على هيدي المجموعة. مجموعة الحواجب ومجموعة الرموش من سلك أويل أوف موروكو. عن جد كتير كتير حلوين. هلا ميسا طبعا استغلت الفرصه بالفيديو وعم تورجينا عن جد قديش فرقوا رموشها. لكن ما حنطول ميسا على الصبايا. بدنا نورجيهم كيف شكل الحواجب رح يصير مع فايزه عنا هون. حتبلش تحط على حواجبها لتورجيكم الفرق قبل وبعد. Can you start with the eyebrows first? حنشوف هلا عن جد الحلو بطبعا المنتج الخاص لاعاده كثافه الحواجب وخاصه انه هو بشكل جدا طبيعي. كمان يعني الحلو فيها انه هو بيملي الفراغات. اذا كان عندكم فراغات بيرجع الكثافه الطبيعيه للحواجب اوكي. وبنقدر نوصل لاي شكل نحن حابينه. وهيدي هي المجموعه اللي عم نحكي عنها. وما ننسى كمان ان هي داخل بتركيبتها الارغان لانه هو طبيعي. ونحن بنعرف قديش الارغان مفيد للشعر بشكل عام وحتى للبشره. فتخيلوا انتم داخل هالتركيبه مع الحواجب قديش بيعطي كثافه وشكل جدا طبيعي. You can start فايزا with the eyelashes. شايفين هون طبعا نحن عم نفرجيكم قديش طريقه الاستخدام جدا سهله. هون رح تبلش بالرموش. الرموش مثلا اذا نحن بالحاله الطبيعيه بدنا نحصل على لوك كثير مميز لازم نستخدم الرموش الصناعيه. بنتعذب من الجلو. هون مباشره بنستخدم الماسكارا المكثفه اللي فينا نستخدمها لحالها اوكي على الرموش العلويه والرموش السفليه. من بعدها نستخدم الفايبرز اللي هي الخطوه الثانيه اللي هي هلا رح تستخدمها. فايزا can you start with the fibers please? اوكي. بمجرد ما نحن نبلش باستخدام الفايبرز اللي هي ما بتوقع. لاحظي كمان ان الفايبرز تبعون الحواجب ما وقعوا على الوجه ما سببوا اي مشاكل. لاحظي السحر اللي راح يصير اللي هون. حبيته كمان انه هو كله مكونات طبيعيه ما فيها مواد كيميائيه ما فيها مواد حافظه ولا مواد كحوليه بتاذي الرموش او الحواجب لفتره ابعد. احيانا بيكون حل سريع لكن بيأذي. لكن نحن اليوم قادمين مواد طبيعيه 100% كلياتها من زيت الارغان اللي جدا مفيد للبشره والشعر. فتخيلوا قديش حيحسن مظهر الحواجب والرموش. وكل مره على فكره بنقدر ان احنا نزيد النتيجه. You can now start with the step 3. الخطوه الثالثه بالابلكيشن هي ان احنا نحط مره ثانيه الماسكارا سماح. واو. لحتى نثبت الفايبرز 100%. واذا بدنا نتيجه اكثر اوكي فينا ان احنا بكل بساطه نرجع نعيد هيدي الخطوات لحتى نشوف النتيجه مع بعض. بدي اياها هلا. واو. بعد ما تخلص طبعا وضع الخطوه الثالثه تطلع مباشره الكاميرا لحتى تشوفوا معنا النتيجة اللي حصلت عليها. رح نشوف العين اليمين والعين اليسار الفرق ما بينهم جدا جدا واضح. فايزة can I have a look? You look amazing. شوفي هلا. Wow. Look to the camera here. اوكي شوفوا الفرق. بس دقيقة. Wow. شوفوا الفرق اوكي ما بين
العين اليمين وعلى انا عن جد مالي مصدقه شايفه عينها كيف واسعه بتحسي عن جد انها حواجب كيب لوكينج تو ذا كاميرا بليز فايزه طبعا الحواجب انا ما عم صدق النتيجه قديش كثير حلوه الفراغات انتلت 100% حواجب طبيعيه رموش بتاخذ العقل سواء رموش من الاعلى او من الاسفل طالعه بشكل طبيعي ومبينه تتوقع اكستنشن يعني وسعت العين مزبوط هلا طبعا ما تنسوا انه فيكم تحصلوا على المجموعه اللي نحن مقدمينها اياها اليوم بسعر جدا جدا تنافسي السعر اللي موجود بالاسواق 299 ريال سعودي ايضا 378 ريال سعودي ما في داعي ابدا تدفعوا هذا السعر اليوم معنا تدفعوا فقط 199 ريال سعودي بالفرصه الذهبيه مزبوط على السريع رح نحن كمان حنرجع نتذكر شو حنقدم لكم اليوم رح نقدم لكم مجموعتين ب رقم واحد وهو عنا المجموعة الخاصة بالحواجب المجموعة الخاصة بالرموش وأيضا رح تحصلوا عليها بلونين باللون الداكن اللي هو موجود جنبي هون وأيضا فيكم تحصلوا على لون تاني وهو اللون الداكن جدا اللي شايفينه جنب ميسا مجموعة ولا أحلى من هيك بسعر جدا تنافسي عم نشوف السعر هلأ على الشاشة 199 ريال سعودي بس ميسا هلا صار فيكم تحصلوا على المجموعه اللي نحن مقدمينها اليوم بالفرصه الذهبيه ما تنسوا ابدا الكميات محدوده والعرض متوفر لنفاذ الكميات اتصلوا فينا على الارقام اللي هلا رح نشوفها مع بعض للطلب والاستفسار اتصلوا بالارقام المرادفه لبلدكم على مدار الساعه او زوروا موقعنا citrusv.com يمكنكم ايضا الطلب عبر التطبيق على ابل واندرويد